لكن لو انت عملت رولز وعملت قواعد واوعى تعمل كذا واوعى، انت حديت خيالي اصلا كمبدع، فخلتني ما بقتش عارف، خايف اتحرك كده اخرج عن القاعده اللي انت حددتها لي. عشان كده دايما هتلاقي فيه خلافات ما بين الذين يطبقون مقاييس اخلاقيه او مقاييس دينيه على الفنون مثلا، هتلاقي فيه مشاكل ضخمه جدا انت ضد ده؟ ضد، يعني ضد اي مقاييس دينيه او اخلاقيه على الحاله الابداعيه، ده في المطلق. سيد الحبيب علي الجفري، الحمد لله، صلى الله على نبي الجمال ومظهر إبداعه في الوجود سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء وآله ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. بدأ أجدني مضطرا أن أقول أنه الفن هو أمر مؤصل عندنا في الإسلام، وهو مرحب به بل مدعو إليه، وقد كان علماؤنا في السابق يسمون الاختصاصات العلمية التي فيها مجالات من التفنن والإبداع يسمونها فن، يقول لك فلان متكلم متفنن، فلان فيلسوف متفنن، فن الصرف، فن النحو، فالإتقان للشيء والإبداع فيه قد اتصل في حضارتنا وثقافتنا بتسميته فنا، والأصل في الفن هو الإباحة بلا شك عندنا، إلا ما طرأ عليه من محرم. هذا من حيث التأصيل، وليس هذا الكلام متوجه إلى من قد تجاوزوا هذه المسألة ولا يرون قيدا، لكن لنا نخاطب أمامنا جمهورا. مسألة أن يكون هناك تصور لإبداع فني أو فكري أيا كان، لا يمكن تقييده بأي سقف أيا كان هذا السقف معتقدا أو أخلاقا. الحقيقة عندي فيها إشكال، وجه الإشكال الذي عند حضرتك إشكال، يعني وليس عند أهل الدين وحدهم، هذه مسألة لا شك أنك قرأت وطلعت، هي مشكلة جدل فلسفي كبير في العالم عند المسلمين وغير المسلمين وعند أصحاب الدين وحتى عند بعض الملاحدة، عندهم إشكال من ناحية الأخلاقية في ذلك. والسبب في هذا الأمر أن الحلم كما قال الأستاذ خيري مطلق للإنسان ما لم يتحول إلى واقع. نعم، الإبداع ما دام في فكرة صاحبه فلا يمكن أن يأتي عليه قيد دين أو أخلاق من خارج صاحبه، لكن هو شاء أم أبى يملك قيدا في داخله من خلال تراكم أخلاقياته هو أو مقاييسه هو للأخلاق أو مبادئه الخاصة به هو كإنسان. فمفهوم أنه يوجد إبداع بلا قيد هذا وهم، ليس هناك حقيقة، إلا أن القيد يختلف الناس بين جعله قيدا فرديا ذاتيا داخليا يتأثر بنفسية الفنان و رؤية الفنان وما أعده لنفسه من معايير هو في داخله، وبين كونها شيء مشترك بين المجتمع يتعارف عليه المجتمع، أو شيء يؤمن به الإنسان أن له صلة بالله عز وجل. فإذا مفهوم الإبداع المطلق الذي ليس له قيد وهم، ليس بحقيقة. لو قلنا بالإطلاق وأصبح المعيار فردي فقط للفنان بدون مجتمعه وبدون غيره، سنقع في مشكلة النسبية المطلقة التي وصلت إلى نوع من الشطط الذي أنا متأكد أن حتى الأستاذ خالد لا يرتضيه. يعني مثل هذا الفنان الأمريكي الذي رسم، سامحوني في اللفظة، يعدوه من المبدعين عندما يروا الإطلاق، لوحة سماها بول المسيح، يعني جل قدر المسيح عن ذلك، فرسم الصليب والسيدنا المسيح المصلوب ولطخه ببول من بوله وهي موجودة بصورتها، وأحد من سماهم أهل الإبداع بالمتعصبين أحرقها في أظن سنة 78 أو شيء من ذلك. وفنان أمريكي آخر رسم السيدة البتول عليها السلام، السيدة مريم، وأوصله ما يراه حلما وإبداعا إلى أن لطخ اللوحة ببعض القاذورات التي تخرج منه لتتناسب مع اللون وليؤسس لمذهب الحرية المطلقة في الإبداع. أنا أعلم أن شخص بأخلاق وقامة الأستاذ خالد لا يقبل مثل هذا في قناعاته، إذن هناك تفاوت، ما الضابط؟ أنا بعتقد أن دايما الضابط هو ضمير المبدع ووعي الناس. قد أدخل في مهاترات مع بعض الناس اللي هم شايفين اللي أنا ما أفعله شيئا لا أخلاقيا، نعم فليكن، ولكن أنا السواد الأعظم الذي يشاهد أفلامي لا يشاهد أفلامي بهذا المنطق. ليه؟ أنا بشوف إن أنا لما باجي أعمل أفلام أنا بعملها من منطلق كيف تسمو بالروح، كيف تعلي القيم الروحية. لما بعمل مشهد اغتصاب، وهذا ده أقصى حاجة دايما بتهاجم فيها، عملت مشهد الاغتصاب، البشرية كلها عاشت فترتين، فترة الكلمة اللي هي تقريبا خلصت
في بدايات هذا القرن لما بدأت حاجة اسمها الصورة والفوتوغرافيا ثم السينما ثم الفيديو ثم القنوات ثم الحاجات اللي انتوا اليوتيوب وكل الحاجات دي اللي هي وسائل الاتصال الحديثة، دخلنا في عصر الصورة. فأصبحت الصورة تساهم في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة بدرجة أعلى كثيرا من الكلمة. فلما تيجي تقول للناس أنا عايز مثلا أحض الناس على كراهية الاغتصاب أو نبذ الاغتصاب، اغتصاب الأنثى مثلا، أنت هتقعد تقول خطب كثيرة جدا. مولانا الشيخ هيقول خطبة جميلة جدا تؤثر في وجدان الناس وفي عقولهم. وفي الأساس نجاح أي داعية إسلامي هو تأثيره في الوجدان، يعني الشيخ الشعراوي كان عظمته الله تأثيره الله في وجدان الناس أكثر الله من تأثيره في عقولهم. فدي مسألة مهمة قوي. فأنا بأثر تقريبا في الوجدان أكثر ما بأثر في العقل. لما بوريك المشهد، هذا المشهد المنبوذ، وبوريك أربعة بيغتصبوا واحدة ولا وما كانش بيبان أي قطعة من جسدها، ولكن بينهشوا فيها كما ينهش الـ الأسد فرسته. ده تعلق في ذهن في وجدان الطفل والشاب والرجل، ولا يمكن جريمة مشينة، لا يمكن ان هو هتلاقيه الا انه ينفر وكده. وصلت الرسالة اعمق بكثيرا. ناس تقول لي ايه، طب ما كنت تعمل الاربعة يخشوا الاوضة ويروحوا قافلين الباب والست تصرخ. هقول لهم كنت اعملوا راديو، يعني دي كانت وسيلة اخرى من وسائل الاتصال، كان يبقى راديو. كان انا بعمل صورة تؤثر فيك وتعلي جواك سمو في الروح وسمو في الاخلاق. لان انا مستهدف ده، لان مفيش مصلحة، مفيش حد فينا كفنانين في مجتمع بننتمي ليه وعندنا أولاد على هذا المجتمع من مصلحته أنه تنتشر الفاحشة بين الناس. يعني مين اللي هيبقى يعني، ودايما بقول كده ومش عارف ليه مش مقتنعين. طب إذا وجد من يريد أن تشاع الفاحشة بين الناس، أنت كلمتني عن ضمير المبدع ووعي الناس ساعتها بقى على طول. إلا إذا وجد اللي ضميره ما عندوش ضمير، وعي الناس هو اللي يرد بيعمل ايه؟ انه يتجاهل اعماله، انه على طول هيسقطه، مش هيخلي فيه نفرين يتفرجوا عليه. لكن الريسك او المخاطرة بان انت تحط سقف وتقول انا اللي هحدد، اصل مين اللي هيطبق ما هو مقياس اخلاقي او ديني على الفنون؟ ما هي دي المشكلة، انه بني ادمين، فالبني ادمين هيفكروا من منطلق اخلاقي، انا اخلاقي تقول لي ان انا ما شفتش المشهد ده، عشان ديني يقول لي كذا. فانا كانسان، ما هي المشكله ايه؟ لو الله عز وجل هو بذاته هو اللي بيقول وهو له اليد، لكن يده يد الله هتبقى من خلال افراد، الافراد دي قد يكون فيهم هوى او يكون فيهم بعض الشطط. طيب او تعصب. طيب وبالتالي انت هتروح على طول حاططني في خندق ان انا قيدت الابداع من وجهه نظرك انت. طب انت نقلتني للمربع مهم، لازم الحبيب يدخل معانا. اتفضل. معنى كده ان انت شايف ان الاسلام كاسلام مثلا لم يقيد حريه الابداع، ولكن المسلمين، بعض المسلمين او المتشددين او الذين لهم رؤى اسلاميه، هم اللي بيحاولوا يقيدوا الابداع. طبعا ده الرسول كان بيقول للحسان بن ثابت قول يا حسان ان روح القدس تؤيدك، يعني كان منتصر للفنون. رائع، نحسم النقطة دي، هل هذا صحيح؟ لكن قبل أن نحسمها نود أن نصل أولا إلى حسم النقطة التي قبلها. نعم. هل يوافقنا الأستاذ خالد بأن القول بأن الإبداع لا ينبغي أن يكون له سقف أصلا، يحتاج إلى مراجعة بدليل ما ذكرناه من الأمثلة التي ضربناها؟ مين اللي يحدد السقف؟ هذه النقطة الثانية. هذا اللي أنا بقول بقى، العقل الجمعي للناس. سيدي سنصل إلى هذا. إحنا خلينا ترتيب منطقي في حوارنا حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج أو نصل إلى اختلاف. هذا جيد. لكن أولا، هل ينبغي أن يكون هناك سقف أو لا ينبغي؟ من يحدد هذه النقطة الثانية؟ هل الفن والإبداع ينبغي أن يكون بلا سقف؟ أنا بتصور بلا سقف، لأن مش هتستطيع أن أنت تلاقي الشخص اللي تأتمنه وتقول انه يقدر يقول ما هو اخلاقه وما هو دينه، ما يتسق مع صحيح الدين ولا يتسق. لا، انت قلت العرف العام للمجتمع قبوله اصبح سقفا. تمام. اذا هنا سقف. انا عشان كده بقول لك تعودت ان لا اخاصم وجدان الناس. هنا وجدان الناس هو اللي يحدد. اذا هناك سقف. بسقف وجدان الناس. نعم بالضبط. يعني بالنسبه للمبدع الاستاذ خالد يوسف، السقف للابداع ينبغي ان يكون عدم تصادم مع وجدان الناس. بالضبط. لان لو تصادمت مع وجدان الناس السينما تتكسر. يعني لو انا بعمل سينما او بعمل اغنيه او بعمل مضبوط. يعني مضبوط. لو انا تصادمت مباشره مع وجدان العقل الجمعي للناس وافئده الناس وقلوب الناس هيكسروني. هل مضبوط. فقط لانهم هيكسروك او لانك مقتنع؟ انا بديك مثال. النتيجه لم تحدث. النتيجه لم تحدث عشان لو تصادمت انت، لو حتى لو لم يكن يكسروك، يا اما هتنبذ
يا إما يعني هيبقى في هياج عليك. لا لا أنا أقصد هل هذا من باب مبدأ ولا من باب تقية هياج الناس؟ لا مش تقية هياج مبدأ الناس. ولا لا؟ أكيد جميل. بلا أدنى إذن شك. إذن هل نستطيع أن نتفق أن الإبداع يجب أن يكون عليه سقف؟ لا يوجد في الوجود إبداع بلا سقف، لكن الاختلاف بين الناس ما هو السقف؟ فالسقف عند الأستاذ خالد وجدان الناس، عدم الاصطدام مع وجدان المشاهد، أليس كذلك؟ مزبوط. تمام، لأن هذا يجعل الأستاذ خالد يختلف عن المدارس، بعض المدارس الموجودة التي ترى اللا سقفية مطلقا لكل ما يخطر بباله، ولهذا ظهرت النماذج القبيحة أو حتى الرسومات المسيئة لجناب النبوي الشريف المؤثرة، لأنها ناشئة عن علم. إحنا لا نتكلم في فضاء، نحن نتكلم في عالم يبني ما يجري على نظريات فلسفية يؤمن بها أناس ثم تحول إلى منهجية حياة. فنقول أن الأستاذ خالد يوسف ليس مع نظرية أن الإبداع مطلقا ليس له سقف، ولكنه مع أن يكون السقف غير مقيد للإبداع، واختار في ذلك أن يكون وجدان الناس. هذه نقطة. إذا انتقلنا إلى النقطة التي تليها، أنت كان سؤالك وهو هل يوجد في الدين ضوابط حقيقية جامدة، يعني لا تقبل نعم. لا تقبل التقدم ولا التأخر، هل هي التي تحكم الفن؟ نقول هناك نوعان من الضوابط الشرعية عندنا، نوع متغير، ومعنى متغير أي أنه اجتهادي، من العلماء من أجاز غناء المرأة ومنهم من لم يجز غناء المرأة. إذا أنا لن أقول أني لو احتكمت إلى الدين سأحرم الناس من صوت المرأة، لأن المسألة هذه في الشريعة عندنا ليست بقطعية، وبالمناسبة القطعيات في الشريعة جدا جدا محدودة. الغالب في الأحكام الشرعية الفرعية ليست بقطعية، غالب العقائد قطعية، وبعض حتى العقائد ليس بقطعي مختلف فيه، لكن الأحكام الفقهية الغالب منها محل للاجتهاد، القطعي منها محدود. القطعي منها لا يسع الفنان المؤمن، أنا لا أتكلم مع إنسان غير مسلم، غير المسلم هذا اختياره، يعني هو حر في الدنيا أن يختار ألا يكون مؤمنا بوجود الإله أو ألا يكون مسلم، أنا ما أقدر أكرهه. لكن فنان الحمد لله عنده إيمان بالله مثلك مثل كثير من فنانين، وأنا لا أقول هذه مجاملة، أنا عندي مشكلة أنه في بيت الخطاب الإسلامي عندنا مشاكل، وهي التهم الجاهزة التي تلقى لمجرد الاختلاف. لكن أيضا عندي مشكلة في البيت الفني أنه استسلم لردة الفعل، يعني أولئك صار عندهم ردة فعل لمناظر لم تعجبهم أو أعمال لم تعجبهم، فكان البعض منهم عنيفا إلى حد تجاوز الحد فيه، وصار يحكم على قلب الفنان أو المخرج، وهذا باطل، القلوب علم يعني غيب عند الله، وصار في مشكلة عند الفنانين أنهم استسلموا لردة الفعل، أيضا البعض الفنانين استسلموا لردة الفعل هذه. نحن نريد نقول هل يمكن أن نتفق على أن الأمور القطعية التي لا مجال فيها للاجتهاد البشري تعتبر خط أحمر في الإبداع؟ بلا أدنى شك. يعني أنا عايز مثلا أعمل لك فيلم يروج مثلا للكفر ولا للحد، ولو رآه الآخر إبداعا بالنسبة للأستاذ خالد، لو في مجتمع كافر وملحد وهو بيعمل أنت الأعمال فيه؟ هو بيعمل الأعمال ديت، هو حر، هذا راجع إليهم، لكن هيراجع إليهم، لكن حتى لو أنا في مجتمعي أنا قلت لك ملتزم بوجدان الناس، هل أنا أستطيع أو يعني هل ممكن أن أنا أتخيل أنا نفسي على مستوى الشخصي أعمل فيلم يروج لمبدأ للحد أو مبدأ مثلاً؟ كفر أو مبدأ خروج عن الدين؟ طيب يعني وانا تقريبا واثق من الاجابه، سامحني المفروض ما لا لا تفضل، بالعكس هي الفكره قائمه على حواركم، يعني انا مستمع جيد. يعني انا عندي تساؤل، انا شبه متاكد من الاجابه بس لا اريد ان تفهم اجابه الاستاذ خالد خطا لدى المتلقي. الاستاذ خالد لو ذهب ليعمل في مجتمع غير مؤمن، مجتمع ملحد، مجتمع ليبرالي لحد التطرف الليبراليه المنكره لوجود الله، هل ايضا ممكن يعمل فيلم يروج للكفر؟ هعمله ليه؟ انا ما بعملش غير لأن قناعاتي اللي انا مقتنع بيه واللي انا عايز اروج هذا الذي اريده. نعم. بمعنى ان لا تحكم ظروف المجتمع، فعلشان كده هو بيلبي رغبه المجتمع وبيلتزم، هو اولا ملتزم، هو مقتنع، هو اولا ملتزم بقناعاته ثم وجداني واحساسي ثم وجدان المجتمع طبعا، والا لن يكون هناك اثر. لا انا بعتبر ايه ان وعي الناس اللي انا بتكلم عليه او وجدان الناس هو الحكم بالنسبة لي تماما، يعني اما انا اكون قد اسرفت او قد حصل بعض الشطط اللي يقومني وجدان الناس ووعي الناس في غير القطعيات، اما الامور القطعية، الأمور القطعية الكل ملتزم بها وفي حد هي جميل. فنحن توصلنا الى انه هذا ايضا ضابط اخر اضافة الى عدم الاصطدام بوجدان الناس، عدم الاصطدام بالقطعيات بالنسبة للمسلمين من المخرجين المؤمن، اما غير مسلم انا ما اقدر احكم عليه، لكن المؤمن المسلم وحتى المسيحي الشرقي، احنا عندنا الحمد لله المسيحيين ناس متدينين، المؤمن له أيضا ضابط فيما يتعلق بانطلاقته وإبداعه الفني، له سقف، هو عدم الاصطدام مع القطعيات التي يؤمن بس بها. بس أنا عايز أقول حاجة هنا،
من يحدد القطعيات؟ لا لا القطعيات لا واضحة، في قطعيات واضحة لكن أنا بتكلم على مثلا يعني أكبر حقائق لوجود قداسة هي قضية وجود الله. نعم. هذه القضية قابلة للنقاش. بمعنى إيه قابلة للنقاش؟ إن في مجتمعات بتنكر وجوده. طبعا. تمام. لو أنا جيت ناقشت القضية دي في عمل سينمائي وخليت واحد من هؤلاء الكفرة يقول منطقه، ما انت القرآن عمل كده. ماشي بالظبط. نعم. انا بديك مثال عشان قال أرضي. فرعون قال كذا، هذا موجود. ما انا ده اللي انا بقوله. يعني عملت شخصيتين، شخصيه بتتكلم على الكفر والالحاد وبتقول ما فيش ربنا وما فيش وما اعرفش ايه، وشخصيه بترد عليها بالمنطق والدراما. لا طب خلينا اخدها منك.